بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دنيانا وأقولها بصوت مسموع، دنيانا التي نجمعها لا تغسلنا ولا تكفننا ولا تحنطنا ولا تقبرنا، أليس كذلك؟ أليست قبورنا في مقابر وقف للمسلمين؟ أليست أكفاننا وغسلنا في مغاسل خيرية وقف؟ أليس الحنوط وقف؟ ما عندك سيارة تحمل جنازتك سيجدون لك سيارة وقف؟ إذن مالك الذي جمعته، أعرف رجل من 20 سنة ملك من الملايين لا عد لها، 4 نساء أبناء، فلما أخرج بالسرطان وقد هد بدنه قال أبنائي أريد مكة، فخرج وأخرجوا معي، فأخرج ذريته 6 صوالين سيارات كبار، أخذوا عمره ثم أخرجوا إلى الطائف وكان قد فرش له ووضع له متكأ في أحد السيارات وتعب، وفي منتصف الطريق في منطقة جنوبية ومنطقة جبلية بعد أن ترك الطائف ذهب للجنوب تميل رقبته وتخرج روحه في عقبة من العقبات، ويقفون في قرية، فقال أحد أبنائه وكان عنده علم يقبر حيث خرجت روحه، فذهبوا وبحثوا عن من يغسله فوجدوا، بحثوا عن قبر ما وجدوا الأرض صخرية، فقاموا إلى 3 من أهل القرية فقالوا احفروا لأبينا، فحفروا، قال المغسل ليس عندي إلا حنوط وليس عندي كفن، اذهب ابحث لي عن كفن، فذهب في القرى الجبلية وينزل من وادي ويصعد، فقالوا عند ذاك الشيخ الكبير والذي بيته ليس فيه إلا لمبة واحدة، طرق الباب عليه والغرف صخرية وحاله ضعيفة، فلما فتح الباب قال يقال أن عندك يا أبا فلان أكفان، قال والله ليس عندي إلا كفن واحد قد وضعته لي، وبما أن والدك قد سبقني إلى الدار الآخرة خذه صدقة عليه. قال قف، أبي يملك من الملايين لا حد لها، فتبسم قال يملك يا وليدي عسى الله يرزقها الجنة، وين يملك؟ راحت الآن ما يملك، حتى ثوبه اللي عليه خلعته؟ قال خلعنا، قال لأنه لا يملكه، خذ هذا، قال أعطيك السيارة التي معي مع حقيبة ملأ مال نفقت الأسرة، قال لا أقبل إلا أن يكون صدقة عليه أو رد كفني إليه، فأخذه، قال فذهبت فلأتيت أدخل المال في يد من يغسله، فأقسم بالله إني أحسن فيه وأتقرب إلى الله بالصدقة عليه، قال ولكنه غني، قال فذهبت إلى من حفر قبره وقد أضناهم الأرض صخرية، أردت أن أعطيهم، قالوا نريد ما عند الله يا أخي، قال يا أخي ولكنه غني، قال يا أخي الوعد تحت الأرض مو فوق الأرض، إن كان غني نفعه تحت الأرض، أما إن كان قد تركها لكم فأسأل الله أن يجعل قبره روضة. دليل على أنك ما دامت الأنفاس بين جنبيك تستطيع الأماني أن تحققها، أما إذا ختم وكان آخر نفس وعند الحشرجة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع، الآن يقال لك كما قيل لفرعون. أخي الحبيب، جميل أن نتواصى على ما يحيي القلوب، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، بل وزوروا المستشفيات وانظر إلى من رحلت عافيته، انظر إلى من كان يمشي وبات يدفع، انظر من كان قويا وبعد تحليل من التحاليل قيل أن بك السرطان أو عندك من الأمراض المزمنة. أحبابي، الآن قبل أن تكون آمانينا لا مجال
المجال لتطبيقها. أسأل الله أن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرنا أواخرها، وأن يجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يجعلنا ممن يتعظ بغيره ولا يجعلنا ممن يتعظ غيره به. وأسأله جل في علاه أن يجعل قبور أهل الإيمان رياضا من رياض الجنات. اللهم عاملهم بإحسانك، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم، اللهم انقلهم من الشقاء إلى السعادة. اللهم يا رب العالمين اجعل قبورهم جنة، واجعلهم يوم العرض الأكبر عليك آمنين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آمين. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.